أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة إنجلترا والسويد بمباريات دور الثمانية دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث تقام المباراة يوم السبت 7 يوليو 2018. كما نقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة بالتفصيل المشفرة والمفتوحة. وتقام مباراة إنجلترا والسويد على ملعب كوزموس أرينا مدينة سمارة بروسيا. وتقام مباراة إنجلترا والسويد يوم السبت 7 يوليو 2018 في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والثالثة بتوقيت تونس والجزائر، والسادسة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والثانية بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع مباراة إنجلترا والسويد بس مباشر عبر قنوات بين سبورت ماكس 2 اتش دي وبين سبورت ماكس 1 اتش دي المشفرة. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة تي ار تي 1 اتش دي التركية المفتوحة. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.